يلا يا رب يا رب. خايفين؟ ليش شاركتوا بهالحملة؟ إذا خايفين ليش شاركتوا بهاي الحملة؟ هاي الحملة كلياتها على بعضها أنتوا كبرتوا العدد. هاي هلا قافلة النور مسكت أخيو ومنصتين أخيو عند الشباب وأنا الطيبة ماسكينه. رديت عليه فهون لمحت وشه وقلب الكاميرا ورجيته العالم وسكر. هل هم سوريون يحاولون حماية سوريين آخرين؟ أم هم تجار من البشر؟ أم هم متعاملون مع ميليشيا أسد؟ من هم القائمون على قافلة النور؟ قادنا البحث عن الإجابة على هذا السؤال من اسطنبول إلى ملاطيا في محاولة منا لمعرفة الإجابة. هنا في ملاطيا التقينا بواحد من أكثر الأسماء الملامة من قبل القائمين على القافلة على فشلها، هو أمير الذي حملته إدارة القافلة كل الفشل وكل أسباب النهاية الصعبة التي عاشها المشاركون في القافلة. مشاركون لم يتجاوز عددهم 400 رغم أن المشتركين بقنوات تيليجرام زادوا عن 90,000، إلا أن أمير وغيره من ضيوف هذه الحلقة سيكشفون لنا معلومات تكشف وتنشر للمرة الأولى عن القائمين عن قافلة النور التي على ما يبدو لم تكن بريئة وليست ببعيدة عن تجار بشر. هذا بريد أورينت، أهلا بكم. نقطة تجمع لجميع الناس، لا حدا يقول مبلحة، نقطة التجمع لكل الجروبات وكل الموجودين في القافلة هي أدرنا، ومن أدرنا بعد تجمع الناس نحدد لكم نقطة الحدود اللي رح ننطلق عليها كلنا مع بعض. هذا هو الصوت الذي وصل طوال أسابيع إلى هواتف لاجئين سوريين وعرب، حثهم على المشاركة في قافلة النور التي بات بعض المشاركين فيها ملاحقين أمنيا ومشردين في شوارع المدن التركية. فكيف جر اللاجئون إلى هذا الفخ؟ بيّن بحثنا ولقاءاتنا مع عدد من المشاركين أن عشرات المقالات التي نشرتها صحف ومؤسسات إعلامية عن قافلة النور قد ساهمت في رفع مصداقيتها. كان القائمون على قنوات تيليجرام يشاركون أي رابط يتحدث عن القافلة التي تعامل معها الإعلام في البداية كخبر لافت لا يخفي خلفه أي شر، رابط مقال صحيفة الجارديان الذي أطلق الشرارة الصحفية الأولى تمت مشاركته على قناة تيليجرام الرئيسية التي حملت اسم القافلة. بعض المشاركين في القافلة ممن التقيناهم أكدوا لنا أنهم لم يقرأوا تلك المقالات بقدر ما استنتجوا بشكل سريع أن الحديث في وسائل الإعلام عن القافلة يعني بالضرورة أنها مرخصة ومحمية وآمنة. لكن من أين بدأت الفكرة؟ ومن هو صاحبها؟ أول الأسماء غموضاً هو المعروف بالدكتور، صاحب الصوت المعدل والخفي والمالك لأكثر من 10 قنوات على تطبيق تيليجرام. في اسطنبول قادنا البحث إلى أمير في ولاية ملاطيا، وهو اللاجئ السوري الذي حملته قنوات تيليجرام المسؤولية الكاملة عما تعرض له لاجئون سوريون وعرب بالقرب من الحدود التركية اليونانية على يد حرس الحدود التركي في 1 تشرين من انتهاكات. مشاهد بثتها القافلة من الحدود تظهر انتهاكات وصلت للضرب من قبل حرس الحدود بحق نساء ورجال. أمير يعيش في ملاطيا ويخضع لمراقبة من قبل الشرطة التركية التي أوقفته مع آخرين في ولاية أدرنا الحدودية أثناء المشاركة في الرحلة الثانية من القافلة. بالنسبة للدكتور ما صح لنا المعلومات الكافية له، ولكن وصلنا لصوره لمعلوماته وين هو مقيم، لفيديو له هو عم يحكي عن القافلة. بالنسبة لجاد سليم إنسان يعني أعطانا آخر فترة معلومات عن الدكتور وعطاني صور مبررات له أنه فعلا تعرض للتهديد من الدكتور مثل ما أنا تعرضت طبعا. بس بالنسبة لفاضل القيم هو الإداري المتحدث الرسمي اللي نزل بيان اعتصام ما أدى لعصيان مدني هناك. كيف عرفت أنه السلطات التركية عم تتابع وعم تدور عليه للدكتور؟ لما أخذوني أنا من أدرنا من بين 300 أو 400 شخص أخذوني على غرفة التحقيق، هن كانوا باعتقادهم أنه أنا الدكتور أو أنا المسؤول عن القافلة، فلما قلت لهم مو أنا ومن هذا الكلام نزل بيان وقتها أنا وبغرفة التحقيق، لأنه في شاب عراقي أشر علي قال لهم هداك الدكتور أنا المسؤول عن القافلة، فلما أجروا التحقيقات معي نزل البيان هو اللي نفذني البيان اللي نزلوه باسمي.
انيتو يطالبوا بمعاقبتي، فانيتو على اساس يثبت علي هذا الشيء، فطلعوني من هنيك. هن طالبين الدكتور نشروا كملك. نعم نشروا الكملك، وبعد مواصلات معهم من ناس بتعرفني حذفوا الكملك وضل بس صورتي والبيان. كتار يمكن ما رح يصدقوا انه انت ما كان لك علاقه بالتنظيم بالمسير، انه انت مالك كنت من اللي دعوا لقاسم النور. نعم، هلا الناس اللي موجوده بارض الواقع بتعرف مين امير، وبتعرف الشباب اللي ساهمت بالمساعده تبعيتهم، وخاصه هي الرسائل اللي هن عم يفبركوها. رقم الدكتور معي اللي هو كاتب لحاله انه امير عم يسكر ولا امير عم يضحك على الناس. لما انا وصلت لرقمه شفت انه نفس الرقم اللي ناشرين المحادثه علي فيها، يعني هو مراسل حاله ومصور. اللي صار اخذوني بس سؤال يعني وجواب، بدهم يعرفوا مين اللي ورا القافله او مين اللي عم يتبع يعني هاي الامور. صراحه انا يعني اعطيت كل المعلومات اللي عندي واللي بعرفه اعطيتهم كلها للامن يعني، وكل شيء عم بسحى كنت جيبه معلومات عن هدول الاشخاص كنت عم اعطيه للامن. نيته على اساس كانت طلعتنا نظامي، يعني شو اللي تغير فورا من النظامي بعقل الناس طبعا للتهريب، قلب على التهريب مباشره. الناس بدها ترجع، الناس كلها بدها ترجع، وانا واحد الناس بدي ارجع، لانيته نحن مو جايين نطلع تهريب. يعني لو بدنا نطلع تهريب مفتوح باب التهريب من زمان، مثل ما الكل بيعرف الكل فينه يهرب. ولكن لما صار هذا الشيء الناس كلها بدها ترجع. رجعوا تواصلوا معي، يا امير اقناع العالم وانت الناس بتحبك، وانت يعني بارض الواقع عم تساعدوا الناس، خلي الشباب كلها اللي واصله للناس تحكي. فقلت لهم انا شخصيا ماني طالع، يعني اذا انا الناس بقنعها تطلع انا ماني طالع. ال 400 شخص أربعة أيام وين عم تناموا؟ منين عم تاكلوا؟ عم تمشوا؟ عم تركبوا سيارات؟ شو عم تعملوا؟ لا بالشارع، كنا بالشارع. بعدين جابوا لنا شاحنة نقلتنا على أوزون، على شو اسمها؟ على البوابة. قريبة من البوابة 10 كيلو، بعدين مشينا. مشي طبعاً بأجور. قديش تقريباً؟ من 200 لل 250. أعتقد إنه هن يعني بدهم يأزموا بس لا أكثر ولا أقل، بدهم يأزموا العلاقة التركية واليونانية. لا أكثر ولا أقل. لان هذا اللي اتضح لنا يعني، حتى خلونا يعني مثل ما قلت لك ذكرنا من قبل صار عصيان بهذا الشيء، وصار تصويرات تصوير، حتى اليونان نشر التصوير تبعنا. هلا هو اللي صار، اللهم صل على سيدنا محمد، هن فورا نشروا انتهاكات، ما نشروا الامن التركي عم يحذرنا انيتو نرجع لورا، وهذا الشيء كذب، وكان عم يحكي بالعلن انيتو القافله كذب وما في حدا متواصل معهم. طبعا قبل ما الامن يحكي اخذ اتصالات عديده، وضلينا اكثر من ساعه ننتظر، فشاف انيته الامر كذب، فبلغ الناس انيته ترجع ولايتها امنين، ما في شيء، خلص رجعوا، ما حدا بيتعرض لكم بشيء، القافله كذب ولا تعيدوها. هون نزلوا بيان مباشره انيته اعتصام سلمي، لا حدا يتحرك، جاي منظمه الاي او ام الدوليه تاخذكم من الموقف. فهون الناس تشجعت، ما عاد ترد على الامن التركي، مما ادى الى عصيان مدني. صارت الناس ما ترد على الأمن، فصار عصيان مدني مع الأمن. ثاني الأسماء المتورطة في الدعوة إلى القافلة هو جاد سليم، وهو اسم مستعار لشاب سوري لم نتمكن من معرفة أي معلومات إضافية عنه. وافق جاد على الحديث معنا بالرسائل النصية فقط، وأكد لنا أنه صاحب الفكرة التي بدأت من رغبته بالوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي مع مجموعة من أصدقائه، قبل أن يتواصل معه المدعو الدكتور ويخرج هو من دائرة الضوء والإدارة. أنت صاحب فكرة قافلة النور، أنت أول من طلع بهي الفكرة؟ طيب جاد، برأيك ليش فشلت القافلة ومين المسؤول عن فشلها؟ وهل برأيك كانت رح تزبط أساساً أنه تقدروا تتجاوزوا الحدود بهي الطريقة؟ بس عفواً يعني حتى أمير هون عم يقول أنه إذا برأيك ما كانت رح تنجح ولا 1%، ليش دعيت إلها؟ ليش كنت أحد الداعين إلها والقائمين عليها؟ جاد، ما في أمل إني أقدر ألتقي فيك ولا بأي طريقة؟ هو بيعرفوا عنوانه، هو ذكر لي إنه بيعرفوا عنوانه، بس أنا اللي محتار بالأمر شلون عرفوا عنوانه إذا ما تقابل معهم شخصي، أو إذا جاد سليم ما بيبعت لهم كملكو، ليش؟ وعم يقول أنا كنت خايف وحكيت مع كذا جهة. أنت مهدد منهم اليوم أمير؟ طبعاً، أنا لما وصلت لمعلوماتهم تواصلت معهم إنه خلص آخرتكم قربت، بدي بلغ الأمن التركي عليكم، لازم تتحاسبوا. فبلشوا يهددوني، محضرين لك هدية كبيرة، خليك ببيتك بملاطية،
قريبا ما بدنا ننزلك على إدلب وفي ناس هنيك بتتصرف معك مثلا. مما التهديد المباشر مثل جاد سليم كمان تهدد بالقتل المباشر. جاد لما وقف القنوات، لما قال له بدي وقف القنوات في محادثات يعني تثبت هذا الكلام، لما اجى بدي وقف القنوات الدكتور هدده مباشر حتى بيعرف وين بيته باسطنبول لجاد سليم. الدكتور ما وصلنا لمعلوماته لانيته ما شاء الله يعني كثير واعي بالنصب، يعني محتال، عنده اكثر من حسابين ثلاثه بنك واصله عليه مصاري من العالم، وانا واحد الناس يعني شاب كان معي بالقافله ناصب عليه. في اسطنبول ايضا تواصلنا مع طبيبه عراقيه رافقت اللاجئين في الرحله الثانيه للقافله ووافقت على الادلاء بشهادتها بشرط عدم الكشف عن اسمها الحقيقي. إن أنا كنت أحد الموجودين على أرض الواقع، اكتشفت أنه لا، كان في أخذ من العالم. طبعاً مجرد تواجدنا هناك بالأول ما كان موضوع المصاري مكشوف، كان في المشرفين بحكوا في هذا الموضوع. طبعاً أنا من الناس اللي كنت متواجدة، كنت رد أوصل أختي، فبعد ما اتضح لي الواقع إنه لا، كان إشي ثاني تماماً. أنا لما وصلت هناك اكتشفت إنه ما في أي منظمات مساعدة، بالإضافة كان أخذ المصاري من قبل ما تطلع أي عائلة. مين اللي أخذ المال منكم دكتورة؟ اللي أخذ المال منا في أكثر من حساب. أنا بحكي لك عن نفسي أنا. أنا بقلي كيف تم عملية أخذ المال. بالأول كانت عن طريق حسابات بنك 2، حسابات موجودة أكيد. بالإضافة المبلغ آخر إشي تم تسليمه باليد. هون مين قابلتي لما سلمتي باليد؟ هون مع الأسف مش أنا اللي قابلت، أختي هي اللي قابلت. قابلت شخص في منطقة يوسف باشا في أوتيل اللي هو المدعو الدكتور، اللي هو الدكتور هذا اللي ما حدا لهلأ بيعرف لا اسمه ولا أي تفاصيل عنه. بالضبط بالضبط، لحد هاي اللحظة مش متأكدين من أي معلومة. طبعاً كل اللي أنا عم بحكي لك يا حالياً هو صار بيننا إحنا فقط، يعني اللي كانوا متواجدين داخل القافلة بيعرفوا هذا الأمر. طبعاً ما كان يوضح عبر القناة اللي هي خاصة للقافلة، قافلة النور، كانوا بدينوا فلان وفلان وفلان. طبعا على أرض الواقع كان فعليا فلان وفلان وفلان، هم الناس اللي أساسا محافظين على العائلات اللي موجودة. أنا واحدة من الناس اللي خلاني سبب إنه ما أغادر كان ما في أي كادر طبي. وكان عفوا رح أرجع لهي النقطة، لكن كثير مهم نعرف قديش المبلغ تحديدا اللي دفعته ومقابل شو كان الوعد اللي قدم لكم. أخ قصي، أنا بالنسبة إلي المبلغ اللي أنا دفعته كان عبر الحوالات. بالبداية كانت الحوالة الأولى 1500 ليرة، ما يعادلها تقريبا في الدولار 90 أو 80 مش متأكدة. بالإضافة إلى الحوالة الثانية كانت هي عبارة عن 2600. الحوالة الثانية على أساس تحت أنه بدهم يحجزوا لهم. طبعا هم كانوا 4 أشخاص وأنا الخامس، ولكن أنا كنت أنا أدفع لنفسي، لأن أنا حكيته أنه أنا ما راح أطلع معك، أنا فقط بدي أوصل. فحكى لي أوكي. فأنا لما دفعت لهدول 4 أشخاص تمام، حكى لي أنا راح أحجز لك. طبعا دفعت له بالمرة الأولى، حكى لي الشاب اللي معاه المصاري مسك. هلا أنت مش ماخذ أدونات؟ حكى لي مسك الشاب، راحت المصاري. مرة تانية رجعت دفعت. المرة الثالثة اللي قبل ما نغادر بيوم التقى في منطقة يوسف باشا مع أختي، أخذ 4000 يورو. نحن عنا مشاهد من كاميرات المراقبة من خارج الأوتيل، للأسف الأوتيل رفض يعطينا المشاهد من الداخل ولحظة دخوله وخروجه إلى الأوتيل. لكن دكتورة السؤال الأساسي اللي بدي أسألك إياه، كيف وثقتوا فيه؟ كيف عطيتوه مصاري؟ منين جبتوا الثقة في شخص مجهول يستخدم صوت معدل يرفض أن يذكر اسمه أن يظهر بوجهه؟ فعلياً مع الأسف يا قصي، نفتقر إحنا كشعب عربي موضوع أنه أنا على أرض الواقع
أنا كيف بدي أثق في هذا الشخص؟ ولكن مثل ما تعرف اللي بيكون في وضع إنه أنا بدي أعرض جميع أفراد عائلتي للخطر واللي هو التهريب، مع الأسف بيكون يفتقر المنطق إنه أنا بفكر أنا كيف بدي أوثق. عانى كثير من المشاركين في القافلة من تبعات الرحلة الشاقة، ليس فقط خلالها بل حتى بعدها. منهم سليمان الذي يقول إنه شارك في رحلة أيلول ضمن القافلة وتابع مع آخرين اقتحام الحدود بشكل مستقل عنها. يصعب تصديق الشهادة التي يرويها سليمان، إلا أن طريقة معالجته الذهنية لما رأى وشاهد وعاش يعكس درجة اليأس التي وصل إليها لاجئون شاركوا في القافلة. وين صوفي؟ يعني واحد ضل بالبلم، ضل بالبلم، هذا لما اجت الجيش التركي ما لقوا، هذا منسحب، اما اللي ضربناه على راسه فعسنا له راسه بالحجار، هذا ضل بقلب النهر. برايك شو صار فيه؟ ضل عايش؟ هو ما بظن انه يكون عايش، والجيش التركي ما عاوم لانه ضرب على راسه وضل بقلب النهر. طيب انت عم تحكي لي اليوم قصه ممكن يكون هذا اللي عم يشتغل مرتزقه مات، ممكن يكون انقتل. الله لا يرضى، عمله هذا ما حدا بيسكت له، يعني قدامه اخوه او جوزه جوازهم تبكي عليهم، يعني نحن ما بنقرب ولا شيء، كمان نحن صرنا نبكي عليهم. انت اللي ضايقك انه ضايقنا شكيت بوجود اعتداء جنسي على سوريات وعلى النساء حتى لاجئات منه؟ ايه انا لا ضايقني التليفون، لا ضايقني 1700 يورو، مصاري بتروح التليفون بيجي، يعني ضايقني بس النسوان، بس انه اللي صار هيك. شو صار مع النسوان؟ إذا فيك تشرح لي شوي شو اللي صار مع النسوان، لأن أنت سليمان كنت قلت لي قبل ما نصور إنه كان عم ياخذ النساء لورا سيارة. أنت ما عم تشوف شو عم يصير ورا السيارة؟ لا النسوان عم تبكي وتجي ما ترضى تحكي، يعني بين عليها إنه اللي صار، حتى أصواتهم صوت اغتصاب، ما بده ما بعرف. عن كم سيدة عم تحكي؟ هدول نص السيدة. في عندك عدد تقريبا مثلا؟ لا لما عدوا الجيش التركي بالطرف الثاني كنا شباب مع النسوان، الاقل شيء من النسوان طبعا، بس لما عدنا غير الهربانين 195 واحد كان صف كبير. شو الاعمار تقريبا؟ في اطفال؟ في اطفال كثير. كله قافله كتير. النور كان؟ مو كلياته قافله النور، في طالع مع مهرب، شيء طالع لحاله، شيء طالع مع قافله النور، بس الاكثر يطلعوا مع قافله النور. الأكثر هي العراقيين والسوريين. ورجعت على اسطنبول بعد هاي القصة. هذا ما بقي من قافلة النور. لا يزال مشتركون جدد ينضمون يوميا للقناة التي كانت آخر منشوراتها بتاريخ 30 من تشرين الأول تعد بكشف تورط منظمة الهجرة في الأمم المتحدة بإفشال مساعي القائمين عليها قبل أن تصمت بشكل تام، فيما تحولت بقية القنوات التي حملت نفس الاسم إلى مسميات أخرى لتبادل الدردشة وفرص العمل والبحث عن سكن في الولايات التركية.